أهلا بكم من جديد. على أبواب أوروبا يغرق الآلاف سنويا، إذ جعلت الأوضاع الاقتصادية والصراعات أوطانهم غير قابلة للحياة، فدفعتهم نحو الهجرة غير النظامية. تقرير صادم للمنظمة الدولية للهجرة وثق وفاة أكثر من 63 ألف مهاجر خلال عقد كامل. كتب لهؤلاء الحياة بعد أن عثرت على قريبهم المتهالك فرق الإنقاذ، لكن آلافاً غيرهم لفظوا أنفاسهم الأخيرة غرقاً في مياه المتوسط وهم يحاولون الوصول إلى أوروبا. ورغم تعهد عدة حكومات في جميع أنحاء العالم مراراً بإنقاذ حياة المهاجرين ومحاربة المهربين مع تجديد الرقابة على الحدود، يظهر تقرير صادم عن مشروع المهاجرين المفقودين التابع للمنظمة الدولية للهجرة أن العالم ليس أكثر أماناً للأشخاص المهاجرين. فمنذ عام 2014 توفي أو فقد أكثر من 63 ألف مهاجر، وكان عام 2023 الأشد فتكاً بالمهاجرين حتى الآن. التقرير أكد أيضاً أن عدد الوفيات المرصود ربما يكون مجرد جزء صغير من العدد الفعلي للأرواح المفقودة في جميع أنحاء العالم، وذلك بسبب صعوبة الحصول على المعلومات والتحقق منها. أزمة الهجرة الغير النظامية ليست جديدة، إنما تزداد انتشاراً عاماً بعد الآخر، مسجلة في كل مرة رقماً قياسية. وتختلف الأسباب، فبين الحروب والأزمات الاقتصادية يبحث جميع المهاجرين عن حياة أفضل. وكالة حماية الحدود الأوروبية فرونتكس حذرت أيضاً من زيادة كبيرة في أعداد المهاجرين غير النظاميين القادمين إلى أوروبا عبر شمال إفريقيا، وأكدت فرونتكس أن طريق غرب إفريقيا شهد زيادة بنسبة 541% في أعداد المهاجرين منذ مطلع 2024، كما ارتفعت النسبة على طريق شرق المتوسط بنحو 117%. أرقام صادمة مشاهدين لوفاة المهاجرين غير الشرعيين ازدادت في عام 2023، لكن لماذا ازدادت في هذا العام على وجه التحديد؟ من روما ينضم إلينا حسن أبو حرفوش المسؤول السابق لملف المهاجرين في حزب رابطة الشمال روما. أهلا بك، يعني لماذا تصاعدت هذه الأرقام في سنة 2023؟ أولا بالنسبة للحروب، ثانيا بالنسبة للأزمة التي تغمر بها منطقة الشرق الأوسط وبالأخص منطقة شمال أفريقيا وأفريقيا، لذلك نرى أن عدد المهاجرين وبالأخص من الدول العربية، يعني آخر مرة لدينا إحصاءات تقول أن الهجرة غير الشرعية بدأت من تونس ومن ليبيا ومن الجزائر ومن المغرب ومن شمال أفريقيا. الحل ليس هناك حل في الوقت الحاضر، يعني خلينا نرجع للسنتين الماضية للوراء، نرى أن ملف المهاجرين هو ملف المهاجرين بالأخص بالنسبة للدول الأوروبية، وهم 27 دولة أوروبية، هو ملف معقد جدا، لأن لذلك نرى أن الاتحاد الأوروبي في ملف المهاجرين هناك شرخ عمودي ما بين إيطاليا ما بين إسبانيا ما بين فرنسا، يعني هناك تحفظ جدا فرنسي، وهناك تحفظ من الألماني، وهناك تحفظ من الإسباني. لذلك نرى أن إيطاليا لوحدها في هذا المستنقع، أي لديها حدود بحرية، يعني بحدود 8450 كيلومتر من الحدود البحرية مع دول الجوار، هذا بغض النظر عن الحدودها المفتوحة طبعا مع اليونان والتركية وعدة المناطق التي تحيط البحر الشرق الأوسط. طيب هلا هذه الاعداد بالنسبه للوضع الاقتصادي، يعني طبعا هي ازدادت بالضبط بعد كوفيد 9 والازمات السياسيه وبالاخص الحروب التي تمر فيها منطقتنا الشرق الاوسط. طيب يعني سيد حسن، الى اي مدى تعتقد ايضا ان الاحزاب المناهضه للهجره في اوروبا كانت او شكلت سبب من اسباب ارتفاع هذه الاعداد؟
يعني بنظري هو العكس، والعكس هو الصحيح. يعني لأنه اللي هي الأحزاب اليمينية وبالأخص بين قوسين الأحزاب اليمينية المتطرفة، يعني ليس لدينا عدة أحزاب، ليس لدينا أحزاب في إيطاليا أحزاب متطرفة، لأنه لدينا رئاسة حكومة ورئاسة حكومة ورئاسة الجمهورية الذي يمنع منعا باتا من هذه الأحزاب الفاشية أن تقوم بأعمال سياسية. لذلك نرى اليمين طبعا هو اليمين والقصة اليمين المتشدد، ولن نقول اليمين المتطرف، يعني في مرحلة من المراحل، وبالأخص أنا الحزب الذي كنت فيه سابقا أشهر، والآن أنا في مرحلة تغيير لحزب أقل يمينيا، يعني حزب وسط، نرى أن هذه الأحزاب تشد كثير يعني على ملف المهاجرين، وهم يعني داخل المستنقع، حتى الحزب اليميني بالوقت هذا داخل المستنقع، يعني ليس هنالك حل سياسي أو حل اقتصادي. يعني حتى إذا بنرى جورجيا مولوني رئيسة وزرائنا السابقة، كان من ضمن أولوياتها هو ملف المهاجرين، حتى يعني أعلنت أنه ممكن من وقت من الأحيان تقوم بإنزال قطع بحرية لحماية حدود خلينا نقول الجنوبية. لذلك يعني الشعب الإيطالي بالأخص الشعب الأوروبي لم يعد يتحمل هذه الأعداد الهائلة من المهاجرين. ولا نرجع لهذه الأعداد، هلأ أنتم أعطيتم أعداد 60-80 ألف. هلأ بالنسبة لنا نحن وبالنسبة للمرجعيات وبالنسبة للبيمنال، يعني وزارة يعني هاي الأحصيات جاءت على تقرير أممي يعني تحدث على 63 ألف. يعني أنا معك يا حبيبي أخي، خليني لو سمحت لي، يعني أنا هلأ هذه الأعداد، هلأ حتى لو واحد، يعني حتى لو شخص قتل داخل البحر هو يعني مصيبة، بس ولكن لما نلجأ إلى هذه الأرقام وبالأخص من الأمم المتحدة، هي ما هي إلا جمعيات، يعني جمعيات غير حكومية بس منتمية إلى اللون. يعني هلأ الأعداد كيف تقوم هذه الأعداد، يعني وصلوا هذه الأعداد، أنا أشرح لك بطريقة كتير بسيطة. يعني عندما تقوم السفن أو الزوارق الانطلاق من تونس، من مصر، من ليبيا، تقوم هذه السفن بانطلاق داخل المياه، خارج المياه الإقليمية الأفريقية أو العربية، وتقوم بالاتصال عبر 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 يعني ليس لديهم GPS، تقوم بالاتصال عبر التليفونات بالسفن الONG. هلأ لما يوصلوا هلأ السفن الONG، طبعا هن بيكونوا متفقين ينطلقوا 4 أو 5 سفن او 4 زوارق، يصل منهم زورقين او 3 زوارق. هلا الـ ONG يقوم بالتسجيل انه داخل كل زورق كان فيه بحدود 150 200 300، يفقد فيهم يفقد تمام فيهم بالاتصال، يصبحوا في اعداد المفقودين. نعم وضحت okay. ولكن نحن بالنسبه لنا يعني الاجنسيه الوكاله الوطنيه للاعلام، يعني نعم حسب اللي وثقوه داخل اخر مره بحدود يعني 23 إلى 30 ألف، يعني بمعدل 2000 يعني الصورة. أنا مضطر أن أشكرك الآن سيد حسن أبو حرفوش، فقط ضيق الوقت، المسؤول السابق لملف المهاجرين في حزب رابطة الشمال روما.